تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، جرت عصر أمس الخميس بمدينة الرشيدية مراسيم دفن العارف أول زايد قبوز الجندي بتجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينيوسكا الذي لقي مصرعه في هجوم نفذته مجموعة مسلحة. وتميزت مراسيم تشييع جنازة زايد قبوز التي ترأسها قائد القطاع الميداني بتفيلالت الجنرال دوبريغاد مصطفى زغيو بحضور لجنة تتكون من مجموعة من الضباط السامين بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والقيادة العامة المنطقة الجنوبية ووالجهة درعة تفيلالت عامل إقليم الرشيدية وعدة شخصيات سامية مدنية وعسكرية وأفراد من أسرة الفقيد وأقربائه بتلاوة برقية تعزية ومواساة بعث بها جلالة الملك إلى عائلة الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشى مسكين مات شهيد، مرضي ممتو، مرضي مراتو، الله ياخذ فيهم الحق، الله ينصر سيدنا، خلى لي ربعة الدراري. مات شهيد الواجب الوطني، الله يرحمه مسكين ويوسع عليه، الله يعطيه الرحمة ويوسع عليه، الله يعطيه الرحمة. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. اللهم لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله ذاك الشيء اللي عطانا الله، حمدنا الله وشكرنا بها. والله يعطيه الرحمة. ما عمري اختني، ما عمري حرقنا، الله يعطيه الرحمة. وبعد أداء صلاة الجنازة بمقبرة الزمور وضي جثمان الضحية الثرى، ورفع الحاضرون أكف الدراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن يجزيه على ما قدمه من جليل التضحيات لوطنه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. كما رفعت أكف الدراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. عاش راجل ومات راجل كنفتخروا به، مات وهو شهيد الواجب الوطني، والله يرحمه ويوسع عليه. حنا مأثرين بزاف، وهذا ما عطى الله، ربي عطى وربي خدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان العريف أول زايد قبوز المزداد سنة 1975 والأب لأربعة أطفال والذي التحق خلال شهر أبريل الماضي بتجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، قد قضى إثر هجوم نفذته مجموعة المسلحة أنتي بالاكا ضد شاحنة سهريج تابعة للقوات المسلحة الملكية كانت عائدة تحت الحراسة من مهمة تزويد الساكنة بالماء في إطار العمل الإنساني للتجريدة المغربية.